هنفترض الورقة دي هي حرف السي او اليو، ونعتبر ان هو دلوقتي انا دخلت طرف الخيط اهو من طرف شفة الفالفة الاولى، ودخلت ومشيته في الشفة التانية ونزلت تحت اهو وكملت وطلعت من الناحية دي. تمام. دلوقتي المفروض ان الخيط بعد ما بيتربط هنا كده ويبقى شكله كده، تربط هنا مع الشد الطرف ده والطرف ده الطرف ده الطرف ده، ممكن يعمل حز او علامة على اللحم اللي هيكون ماسك فيه. طب انا عملت ايه عشان اعمل القصة دي؟ جيت بقى قبل ما اربط الطرفين دول، قبل ما اربط الطرفين دول ببعضهم، فبجيب تمبونة، ونفترض ان الورقة دي تمبونة عبارة عن شاشة ومحشية من جوه قط، وباجي هنا ايه عند طرف الخيط، طرف الخيط اللي انا كونته ده اهو، هعمل لكم شكله دلوقتي لحظة. انا دلوقتي عملت ايه؟ لفيت الورقة دي على الخيط هنا، فبالتالي عملت عازل ما بين الخيط اللي هو جوه ده وما بين الفالفا اللي هي الجزء ده، فبربط او بلف تمبونة كده، وبعد كده بجيب بلاستر واقعد الف هنا والف هنا والف عليها، الف على التمبونة خالص بحيث ان هي تبقى ايه عبارة عن الخيط نفسه، اعتبره ان هو ايه بيمر جوه التمبونة. فالتمبونة دي عبارة عن قطن وشاش، لما باجي انا بضغط بالغرزة وابدأ اخيطها، اللي بيبقى الحمل كله بيبقى على التمبونة ما بيبقاش على الجلد بتاع الفالفة. فبكده الخيط نفسه ما بيعملش ايه علامة على الفالفة، ودي افضل طريقة انا عملتها عشان ان ايه ان انا اقلل نسبة احتكاك الخيط بالسكن بتاع الفالف، ان انا اعمل عازل بينهم. عملت عازل اللي هو ايه التامبونه دي. فالتامبونه دي بعد ما انت بتدخل الخيوط عادي بتسيب مسافات كده، تخلي الخيط كبير، وفضل الشاش في الخياطه، ممكن الشاش بس اشتغل بالجيرلخ نيدل. انا يعني هو الجيرلخ نيدل موجوده ماشي، بس انا بشتغل بالابره الطويله بتاعه المنجدين اللي بينجدوا بيها المخدات والمراتب، وبشتغل بالشاش وبدخل وبروح لافف حوالين الشاش هنا تمبونة من الشاش محشية قط، بحيث ان الشاش نفسه ما يلامسش الجلد بتاع الفالفا، فبلف عليه تمبونة، وعشان اثبت التمبونة دي في بالشاش فاروح بلف بلاستر 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 بلاستر، بحيث ان انا ايه الزق الاتنين في بعض. شكرا.